أنا جايبت لك هالهدية، إن شاء الله بتعجبك. يا عيب الشوم منك يا خالة، عليم الله لقيتها قد الدنيا. والله ما بتمدي إيدك، أنا بلبسك ياها. إيه ما شاء الله حولك على هالرقبة، نيانو جوزك فيكي. خجلتيني. هذا بدي إياكي ما تفرطي فيه، لأنه هدية من خالتك أم رائد يلي بتحبك مثل بنتها. بوعدك ما فرط فيه أبداً. تفضلوا تفضلوا حساوي القهوة. لك يا نرجس، لك يلا حبيبتي تعالي برد الأكل. وينك نرجس؟ نرجس شبك حبيبتي؟ شبك؟ قليلي شو صاير؟ ما بعرف، حاسة الدنيا عم تدور فيني. طيب ومن ايمتى هي الحالة؟ ليش ما قلتي لي؟ ابن عمي هي أول مرة بتصير معي. أنا لازم أطمن عليكي هلأ فورا. مالها محرزة؟ شو مالها محرزة؟ يمكن تكوني حبلة. حبلة؟ ولك ايه حبلة، حتى لو ما كنتي حبلة بدي روح جيب لك الدايل حتى أطمن عليكي. تعالي هون حبيبتي، تعالي حبيبي هون. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. يلا ما بطول، راجع عليك تكي هلا، بتحركي من هون. ايه يلا حبيبتي. بشري خالتي معبدو، نرجس فيها شيء؟ اطمن تقبرني، اطمن، ما فيها شيء، لا تخاف، يعني شوية تعا. ايوه بس تعا. ليش شو بدك يكون مع حالك ابني؟ لا أعوذ بالله، ما بدي يكون معها شيء، قصدي يعني ما لها حبلة. لا ما لها حبلة، بس هي تعبانة شوي، بدها رياحة وشوية غذاء، بإذن الله بتتحسن. الله يسمع منك. خالتي لسه قدامكم وقت. الله يكرمكم بالخلفة يا رب. الله كريم، الله كريم لك ابني. والنعم بالله خالتي، المهم هي الطيب ويكون ما فيها شيء. بالطيب إن شاء الله، عليها العافية. الله يعافيك يا رب، شرفي خالتي، عزبناكي معنا. تفضلي. مالها محرزة لك ابني. الله يسلمك، كتر خيري. خير الله. عليك خالتي معبدو، نورتي شرفتينا. الله يسلمك. الله معي. شوية تعب وقلة غذاء، بس أنا ما عم قصر معها بنوب، يلي بدها إياه عم جيب لها إياه. سلام قولا من رب الرحيم. لهالدرجة صايرة حالتها سيئة؟ الله وكيلك يا شيخنا، مثل ما عم حاكي، يعني ما عم بعرف شبهها، لك قلبي على نصها، لك ما عم تقدر تعمل شيء. الله يكون بعونك يا مغناد. أنت عم تعمل اللي عليك عمي، والباقي على رب العالمين. لازم تصبر يا ابني، ما في أحسن من الصبر. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صبور يا مولانا، صبور صبور، وبإذن ربك الله رح يشفيها. آمين يا رب. آمين يا رب. اللهم آمين. الله يسمعك. والله تعبت، تعبت كثير، وصرت اتمنى الموت بكل لحظه بس لريح جوزي مني. لك بعيد الشر عن قلبك شو هالحكي. لك نرجس، ليكون جوزك اشتكى منك؟ ها لا ابدا، مهند ما قصر معي بشي، ما ترك حكيم وما عرضني عليه، ما ترك دواء ما جاب لي اياه، بس شفقت عليه. لك ولي على قلبي عليك، ولي على قلبي. نرجس خلي املك بالله كبير، الا ما تستفادي هاي المره، حاولي مرة ثانية. شو قصدك؟ حاولي تتصدقي شيء لفقراء ومحتاجين، بلكي رب العالمين بشفيكي وبيعافيكي. مزبوط صفية، مع حق، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعوا مرضاكم بالصدقة. ما بتعرفي يمكن صدقة صغيرة ترفع عنك بلاوي كثيرة. صح نرجس، وانتي إنساني مؤمنة ورب العالمين ما رح ينساكي. بس أنا ما بعرف حدا من هالمساكين اللي انتو عم تحكوا عليهم. بسيطة، انت تبرعي للشيخ الجامع، هو اكيد بيعرف فقراء ومحتاجين كثير بالحاره. يا ريت، بس بتمنى. بس شو؟
أنا ما عندي شيء أملكه غير هالطوق اللي جابت لي إياه مراقد، وصتني ما أتصرف فيه. بس صحتك أهم من الطوق والذهب كله، لأن دعوة يتيم ترفع عنك البلا. صحيح كل الحكي اللي قالته صفية، مال الدنيا وذهب الدنيا كله بيتعوض قدام صحتك، المهم أنت تتحسني وترجعي بخير وسلامة. وأنا رح أتصدق بهذا الطوق على اسمك، بلكي رب العالمين بيشفيكي وبيعافيكي، وأنا متأكدة إنه أم رائد أكيد ما رح تزعل منك. خلص أنا موافقة، خدي وتصدقي على نية الله يشفيني. يا رب الله يشفيكي ويعافيكي ويتقبل منك يا رب. آمين. هذا الطوق جاه هدية لمرته لمهند، بدها تتبرع فيك كصدقة على نية الشفاء من رب العالمين. ادعوا له شيخي. الله يتقبل صدقتها ويكتب لها الشفاء العاجل يا رب. اللهم آمين. تيسري اختي، تيسري انتي والشيخ صالح بإذن الله هو اللي رح يوصل الأمانة. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسكيني هالمرت مهنان، شو صار لها فجأة جاها هالمرض اللي عزوا عنه الحكمة؟ رب العالمين ما بيصعب عليه شيء يا مختار، إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ونعم بالله. نعم. ونعم بالله. الله يشفيها ويعافيها. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. يعني مو معقول هذا اللي عم بسمعه؟ لك ما عم صدق. لا صدق مهند، صدق، وهالشي رح تشوفه بعينك وتسمعه بإذنك. معقول؟ طيب ليش حتى تعمل هيك؟ يعني شو السبب؟ نحن حابين نعرف هذا الشيء أكثر منك، مشان هيك بعدنا وراه لنفهم منها القصة كلياتها. مو هذا الطوق اللي هديت إياه لمرت مهند يا أم رائد؟ شبك؟ ما تجاوبي؟ مو هذا هو الطوق؟ ما تجاوبي يا مو. شيخي نحن رحنا لعندها وباركنا لها بجوازتها، ويعني هذا الطوق هديناها يا من محبتنا فيها. من محبتك فيها يا طلايلية؟ ليش هيك عم تحكي مع اختي شيخي؟ خود شوف شو في بقلب هذا الطوق. هذا سحر عملوه لمرت مهند من شان يأذوها وأذوها. شو هاد يا عمو؟ انت اللي عامله هذا السحر؟ طيب ليش؟ لحتى تتخلص من مرتي وتموتها يا رائد. بس رب العالمين كشف لعبتها الوسخة. ليش هيك عملتي يا عمو؟ ليش فضحتينا قدام الناس؟ بلا منودية منك يا رائد، لأنك أنت إنسان معدل وقبضاي وكل حالة بتشهد لك. بس أمك كانت عم تخطط إنها تجوزني أختها، بس هي مو عرفانة لو حطوا رقبتي على المشنقة أنا ما بيناسبني آخذها. ولك يا عيب الشوم عليك، بدك تروحي المخلوقة كرمال تشفي غليلك، ولك انتي ما بتعرفي انه اللي بيشتغل بالسحر بحل عليه غضب الرب وبتحرم عليه الجنة. ليش هيك عملتي يا ابو؟ انتي بتعرفي انه هذا الشيء حرام؟ انتي بافعالك الدنيئة عم تقطعي بنصيب ابنك وبنتك، لانه ما حدا رح يرضى يناسبهم وهنن عندهم هيك ام. أنا غلطت، والله أنا غلطت، وبستاهل كل شي بتعملوه فيني. أنا فيني روح أشتكي عليكي هلأ للكركون وأحبسك هلأ كمان. لا دخيلك، سامحني يا مهنم، سامحني. أنا كرمال ابنك رائد رح سامحك. بتعرفي ليش؟ لأنه أنا الوحيد اللي بعرف مسموعياته بالحارة شو هي، وبرجع بعدلك ياها لأنه قبضاي ومعدل
ومعروف شو هو. منشان هيك رح سامحك، بس بتمنى منك انه ما عاد تنعاد هي القصه بالمره. يكتر خيرك عمو مهند. شو بدك انا جاهز. حقك بتاخده من رقبتي. انا بعتذر يا جماعه. شو بدكم انا جاهز. يا رايد خود امك واختك وروح على البيت وادعي لهم الله يسامحهم. روح امي روح. امرك مختار. فضلتوا على راسي يا جماعه. السلام عليكم. شرفوا. شو في ليلي؟ ضهري ضهري ضهري. شو عم بيصير معي؟ ضهري ليلي روح جيب الدهن. شو عم بيصير معك شبك؟ بسم الله عليك شبك نرجس. لك شو في؟ ضهري ضهري. عم تمزحي؟ عم تمزحي معي انت؟ شو في ليلي؟ شو؟ أنا حبلك؟ بصلاة محمد حبلي؟ ولك يقبرني الله، ولك بشكرك يا الله، لك بشكرك يا الله، ولك يقبرني ربك، ولك هي خبرية لتنسمع، ولك تعي لعندي لهون، ولك يقبرني ربك على هالخبرية ما أحلى. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. حامل يا عمي، حامل. الحمد لله. لك هي فتلة تانية وهي فتلة ثالثة. ولا أقول لك حاجة حاجة مشان الببو على مالك. أنا شو بدك بجيب لك لعندك؟ وشو بدك بعمل لك؟ وبتريحي حالك، فهمتي حبيبتي؟ رح يصير عنا ولد. رح يصير عنا ولد. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله حبيبتي. أنت أهم شيء تريحي حالك وما تعملي شيء بالمرة، فهمتي؟ أنا كل شيء بجيب لعندك، وأي شيء بدك إياه أنا بجيب لك. اسمع قلبه عم يدق. الحمد لله الحمد لله. نرجس يا نرجس. اهلين وسهلين. اهلين بعمري. جبت لك الحلويات اللي بتحبيها، قطايف عصافيري وكول بشكور. مسكي من ايدي لشوف. مسكي. سلام بالايدين. ليش كل هاد حبيبي؟ اكله وحده كانت بتكفي. اي ولو يا عمري، صدقيني شو ما تطلب نفسك لجيب لك اياه. وانا فوتك لعندي بتسوى الدنيا وما فيها. ولك دخيل قلبك انا، لك روحي حضري لي الغداء لانه عصافير بطني عم تزقزق. اي مو خسر جوع، روح غسل ايديك بكون الغداء جاهز من عيوني. لك اي مو تسلم لي هالعيون انا. لك انا ابي وامي رضيانين علي لانه انت طلعتي من نصيبي. يلا لكن روح غسل بكون جهز الغدا. هي بامرك.